استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والفنان عبد الحسين عبد الرضا، حيث قدم سموه رعاه الله الشكر على تسمية المسرح التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في منطقة السالمية باسمه. حضر المقابلة نائب وزير الشؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح صباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان اليوم معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح سالم الحمود الصباح والفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا، حيث قدم لسمو حفظه الله الشكر على تسمية المسرح التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في منطقة السالمية باسمه.